أرتيكاست، موعد إخباري يتضمن أهم الأخبار التي شهدها الأسبوع. أرتيكاست، موعد يتجدد نهاية كل أسبوع على منارة بودكاست. قرر مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية متم يوليوز المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. نددت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية بقرار السلطات الجزائرية القاضي بمنع الوفد الإعلامي المغربي من دخول ترابها لتغطية فعاليات الدورة 19 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران في الفترة الممتدة ما بين 25 يونيو الجاري و6 يوليوز المقبل. أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي أن أسعار الأضاحي الموجهة لعيد الأضحى ستكون في نفس مستوى أسعار السنة الماضية مع تسجيل بعض التغييرات الطفيفة. أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيطاس أن الحكومة أقرت اعتماد التأشيرة الإلكترونية لفائدة مواطني 49 دولة، وذلك ابتداء من 10 يوليوز المقبل. فبالتالي بتعليمات سامية من صاحب الجلالة ولي من أجل مواكبة القطاع السياحي وتوفير كل إمكانية ديال النجاح ديال الموسم السياحي الحالي، تم إقرار هذه العملية اللي غتنطلق يوم 10 يوليوز من هذه السنة. أكدت الحكومة أن أسعار الكتاب المدرسي لن تعرف أي زيادة برسم الموسم الدراسي المقبل، مبرزة أنها ستعمل على إيجاد حلول مع الناشرين. ارتقى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من المركز 24 إلى الرتبة 22، وذلك في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للشهر يونيو الصادر يوم أمس الخميس، ليحتل الصف الأول عربياً والثاني إفريقياً. بعد سلسلة تقارير أشارت إلى وجود إهمال في رعاية أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا قبل وفاته في 2020، أعلن في الأرجنتين عن محاكمة 8 من أفراد الطاقم الطبي للنجم الشهير، فما العقوبة التي تنتظرهم في حال الإدانة؟ قال مصطفى بيطاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة تدرس الرفع من الدعم الموجه لمهني قطاع النقل بسبب ارتفاع أسعار المحروقات. وأوضح بيطاس أن الحكومة سترفع من نسبة الدعم الموجه لمهني النقل في حال استمرار موجة ارتفاع أسعار المحروقات حول العالم، مشيراً إلى أنه سيتم خفض نسبة الدعم في حال انخفاض أسعار المحروقات، بينما سيتم إلغاؤه في حالة عودة أثمنة المحروقات لسابق عهدها. هذا القرار هذا اتخذته الحكومة لأن الأسعار عرفت واحد المستويات مرتفعة، وقلنا بأن هذا النقل ديال المدن والنقل ما بين المدن والنقل ديال السلع والبضائع لفائدة الأغيار، هذا واحد من بين العوامل اللي غتأثر في القدرات ديال الشرائية ديال واحد الشريحة معينة من المواطنين اللي كتستعمل هذا النقل هذا. فبالتالي كان ضرورة التدخل عبر إقرار دعم مباشر للمهنيين اللي استفدوا منه في شهر أبريل وفي شهر ماي وفي شهر يونيو. الآن العملية ديال شهر يونيو مستمرة.